موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الخيار في البيع أربعة، خيار التدليس، يعني هذا هو النوع الرابع من خيار البيع وهو خيار التدليس. وخيار التدليس هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به ثمن السلعة، وهذا الفعل محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. مثاله أن يكون عنده سيارة، يعني البائع عنده سيارة فيها عيوب مثلا كثيرة في داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري، أو حتى يخدع يعني فيها المشتري، ويظن أنها سليمة فيشتريها. ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن بخيار التدليس. ومنه كذلك وضع بعضهم علامة صناعة غير الصناعة الأصلية، كان يقول صنع في كذا وهي ليست كذلك، هذا نوع تدليس ليرفع ثمن السلعة. والحمد لله رب العالمين.